اهلا بيك كابتن ميدو مره تانية داخل استاد بيترو سبورت وعقب نهايه المباراه مع كابتن سيد معوض مدرب الفريق. كابتن سيد بقول لك مبروك الفوز على انبي وتقترب البطوله خطوه في خطوه، خلاص تتبقى نقطه واحده، فبنقول لكم مبروك على موسم الاهلي لعب فيه بشكل جيد جدا، حقق نتائج جيده، ارقام واداء، الكل سعيد بهذا الموسم تحديدا مع النادي الاهلي. الحمد لله، يعني الحمد لله زي ما انت قلت مشوار كبير جدا بنحمد ربنا عليه. يمكن ممكن تبقى مباراه البطوله النهارده لو النادي المصري تعادل المباراه الجايه، اعتقد ان يبقى خلاص الامور انتهت. فالحمد لله يعني اللعيبه بيأدوا اداء جيد جدا من فتره طويله، مش الفتره دي بس، معظم اللعيبه انا شخصيا بفرح باللعيبه اللي بتدخل على الفرقه بتكون جديده وبتأدي نفس الاداء. النهارده مكسب من مكاسب ميدو، يمكن اتعرض لضغوط كبيره خلال فترات كتيره وبعد عن الفرقه، انما لما بيدخل وبيأدي كويس بيكون موجود. فالنهارده عمل مباراه كويسه، باقة النهارده شارك بشكل جيد جدا وبدايته كانت كويسه معانا. معظم اللعيبه استمرار احمد فتحي طبعا، شهور السوليه اللي انا شايفه من اهم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي طول الموسم. انت لو رجعت لاداء الفرقه كلها وخاصه السوليه معظم المباريات هتلاقي اداء ثابت بنسبه كبيره جدا، وده اللي يعني بيخلي اللعيب يبقى لعيب اساسي في النادي الاهلي، بيبقى لعيب مؤثر في النادي الاهلي. فيعني انا مش عايز انسى اسماء، انت عندك غيابات مهمه النهارده والحمد لله الفرقه ماشيه بشكل كويس. عبد الله السعيد واحد من اهم اللعيبه بتاعتنا مش موجود معانا النهارده والحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. فيعني الواحد بيحمد ربنا على حاجات، مكاسب كتيره جدا النهارده، مكسب مهم جدا، قربنا البطوله بشكل كبير. يعني عندنا مباراه العوده مركزين فيها ان شاء الله، نسافر بعد بكره والامور تبقى كويسه ان شاء الله. لما لعيب بيبعد عن التشكيله الاساسيه زي ميدو جابر، حضرتك قلت ان كان في ضغوط، ومثلا باقة بتتعاملوا معاهم خلال الفتره الاخيره ان بتحضروا للمباراه وبتجهزوا للمباراه، حتى التمرين اللي هو ليله المباراه في نقاط فنيه ونقاط اخرى معنويه. اكيد اكيد، يعني اللعيبه اللي بتبعد عن الفرقه وتبدا تدخل مره تانية اكيد بيبقى ليها تحضير جوه الملعب وامور كلها. يمكن كابتن حسام اتكلم معاهم سواء حاجه عمليه في الملعب من خلال التمرين وسواء بالكلام حاجه نظريه، فالامور الحمد لله كلها ماشيه بشكل كويس. معظم الناس اللي موجوده في الفرقه بتشتغل على نفسها بشكل كويس، كل واحد بقى عارف ان في منافسه موجوده في الفرقه. عشان تكون لعيب في النادي الاهلي او تكون لعيب اساسي في النادي الاهلي لازم هتموت نفسك، لازم الفرصه اللي هتاخدها تمسك فيها بمعنى اصح وتأدي افضل اداء بالنسبه لك، وده اللي بيحصل من معظم اللعيبه يعني الحمد لله. في لقطة وشفنا الجهاز الفني اعترض، كانت هتبقى إصابة كبيرة لعلي معلول، هو خد إنذار للاعتراض ولا خد إنذار لإيه بالظبط في نهاية المباراة؟ أعتقد للاعتراض يعني ما بس هي لقطة، ما إحنا اعترضنا لأن بعض لعيبة من الأهلي ما كانش عايزين يطلعوا الكورة بره، بس أمور عادية بتحصل في الكورة يعني ما فيهاش أي حاجة. في الأول والآخر الحمد لله على المكسب، نتمنى إن شاء الله الفترة الجاية يكون عندنا الفرصة إن معظم اللعيبة اللي بعيدة بقى لها فترة عن الفرقة إن شاء الله هتدخل وهيبقى ليها فرص كتيرة جدا إن شاء الله، ويبقى استمرار الاداء الجيد وبرضه حققت المشاركه لمعظم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. طيب قول لي بقى، انت سافرت الجابون وشفت الاجواء هناك، قول لكل جمهور الاهلي اللي متابعنا دلوقتي ايه اللي منتظر الاهلي هناك؟ الرطوبه، الاجواء، الملعب، البلد، يعني الدنيا هناك عامله ازاي؟ طمنا يعني. لا البلد كويسه وان شاء الله يعني الامور مش وحشه، المشكله بس طول مده الطيران بتاخد وقت كبير جدا عشان الترانزيت في اثيوبيا، فالامور يعني بتسافر مثلا هنسافر يوم الثلاث بالليل توصل على الظهر او العصر، والعوده نفس الكلام هتاخد وقت كبير، هي دي المشكله بس. انما طبعا الرطوبه والجو اجواء افريقيا يعني متعودين عليها، والحمد لله المكسب بالنتيجه 4-0 يعني الحمد لله ادانا نسبه مطمئنه بعض الشيء. انما عندنا مباراه مركزين فيها وهنركز فيها بشكل كويس جدا، لان بطوله افريقيا هدف من اهدافنا المهمه جدا اللي السنه اللي فاتت ضاعت مننا في اخر لحظه. فان شاء الله السنه دي يعني بطوله الدوري خلاص يعني بنسبه 99% خلاص ان شاء الله. ف بطولة افريقيا مهمة جدا، البطولة اللي بنشارك فيها يعني بيبقى هدفك الرئيسي ان انت تحصل عليها. بطولة افريقيا والعودة لكأس العالم للأندية من اهم الاهداف اللي موجودة للنادي ككل وللجهاز الفني واللعيبة الحاليين.
عبد الله سعيد، باسم علي، شريف اكرامي، هيلحقوا معاكم الماتش العوده في الجابون يسافروا مع الفريق ولا اصاباتهم لا قدر الله بعيده شويه؟ عندنا اجازه بكره، بعد بكره هيبان، بس اعتقد باسم لسه ما دخلش مع الفرقه خالص. عبد الله لا، ممكن يغيب 10 ايام مثلا، عبد الله ممكن ما يلحق سفر، شريف اكرامي لسه برضه الاصابه كانت امبارح، وممكن شريف بس اللي ممكن نشوفه بعد بكره لو الامور كويسه هيكون موجود مع البعثه، مش كويسه هيكون قاعد معايا لان انا قاعد مع اللعيبه، عندنا عدد من اللعيبه موجودين الغير مقيدين هيكونوا موجودين في القاهره، فانا قاعد امرنهم الفتره دي. مسافر؟ لا، قاعد امرن اللعيبه اللي موجوده في القاهره ان شاء الله. يروح الجابون يروحها مره واحده. الحمد لله. لا، انت بقى عندك لعيبه موجوده في القاهره فلازم تبقى جاهزه برضو بالشكل كويس ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن سيد، وان شاء الله نبارك لكم كمان البطوله الافريقيه باذن الله هذا العام. ربنا يخليك يا محمد، الف شكر. ربنا. اذا ده كان لقاء هام جدا مع الكابتن سيد معوض مدرب فريق النادي الاهلي، قال تفاصيل كثيره وشرح امور كثيره جدا تهم جماهير النادي الاهلي سواء في المسابقه المحليه واستعداد اللاعبين وايضا المسابقه الافريقيه والسفر خلال الساعات القادمه لمباراه الجابون وبقاء كابتن سيد معوض مع اللاعبين المستبعدين من القائمه الافريقيه مع لاعبين اخرين استعدادا للمرحله القادمه. اليك الكلمه كابتن بيتو.